اليونت الثاني نبدا اليوم ان شاء الله بشرح يونت 2 اللي هو عن السمبل بريزنت المضارع البسيط حقيقه زمن المضارع البسيط هنا سمبل بريزنت ابدا مو مرتب وواضح سمبل بريزنت از نوت فيري descriptive نيم ات از اول سمبل سنس هو سمبل بريزنت يعني هو معناه زمن المضارع البسيط هذا الحشو ما نحتاج نقراه القاعده مالت الزمن هنا بالكتاب مو واضحه هل اكتب ملاحظه <applause> لا 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 لا, لا تكتبون كل شيء راح اشوف لكم علم الملزمه حكي كامل مرتب و ندري راح نبدا بشرح احنا قلنا البريزنت سمبل زمن المضارع البسيط طبعا هنا اذا نجعل زمن حاله مثبت هذا المضارع طبعا هذا تشوفون هاي القاعده مالت الزمن قاعده الزمن هذه فقاعده فاعل فعل يحتوي على اس او فعل مجرد تكمله الجمله اذا لاحظ هنا قدامكم اذا تشوفون انا ايش كاتب لك هنا؟ كاتب لك قايل لك لما يكون الفاعل وي يو ذي اي ايش راح نسوي للفعل؟ خليه مجرد. اما اذا كان الفاعل هي او شي او ات او ات فراح نضيف اس الشخص الثالث. راح نضيف اس الشخص الثالث. ركز لي على هذه الامور. قاعدة زمن المضارع البسيط هي فاعل فعل يحتوي على اس او فعل مجرد تكملة الجملة هنا عرفنا شو وقت نختار فعل مجرد شو وقت نختار فعل يحتوي على اس الشخص الثالث لما يكون الفاعل عندي لما يكون عندي الفاعل لما يكون عندي الفاعل يو وي ذي اي راح نختار للجملة هنا فعل مجرد أما إذا كان هي شي إت فنضيف أس الشخص الثالث للفعل طبعا تعرفون مرات إي أس مرات إي أس إذا كان الفعل منتهي بأس أو أو مثلا جو go, جوز هاي معلومة أصلا أنتم تعرفونها يعني ما أعتقد واحد حتى إذا ما تعرفها عادي هسه يعني تقدر تنتبه عليها يعني إذا كانت منتهية بأو أو أس حاله النفي راح تكون القاعده دو فاعل زائد دو او داز زائد نوت زائد فعل مجرد زائد تكمله مثال عليها هي ورك at سكول هي داز not work at school <تصفيق> <تصفيق> شلون يعني هنا نفسن باوع هنا نفس اليو والوي والذي والاي تاخذ الدو والهي والشي والآت تاخذ داز دكتور افعال مساعده يعني لو بس لا لا بالمضارع البسيط لا بالمضارع البسيط دائما هم ذولا بالمضارع البسيط دائما هاي هي الافعال المساعده دائما بس خليك وياي طيب هسه مثلا هي هس هسه هس هسه هي doesn't ورك ات سكول هاي نفي اما من يجيني آي اقول له اي دونت ورك ات سكول طيب اذا اجاني سؤال اقول له does do او does زائد فاعل زائد فعل مجرد زائد تكمله. she work at school صارت does she work at school هل هي تعمل في المدرسه does she work at school؟ صارت does she work سويتها سؤال. الكلمات اللي نستخدم وياها هذا الزمن طبعا هذه وين هي قدامكم. أه always, every. ذول الكلمات نستخدم وياهم زمن المضارع البسيط. طيب. أنا أعرف شو تقصدون طبعاً، أعرف شنو اللي تقصدونه. أكو أكو قاعدة تقدرون تكتبونها. وأنا هم راح أكتبها هنا إن شاء الله. قاعدة تقول إذا جاء إذا جاء الفعل ب بي بين القوسين سوف نحوله إلى إز أو آر أو آم ما لك علاقة لا تقوم تحط لي الإز والآر انت من تجيك بي بين قوسين حطها لو از لو ار لو ام بزمن المضارع البسيط غير هاي لا تقوم تبدع وتقوم تجيب قواعد مدري منين اكو ناس تجيب قواعد حاله <متضح> لا يا اخي لا تبسطها لا تصعبها يا اخي بسطها تبسط بسطها تبسط لا تصعب الامور طيب دكتور مثال واحد القاعدة تبشر مثلا انا عندي هي هي بي ستيودنت شلون احل هاي الجمله شلون اسويها مضارع إز. بس مجرد راح اجيب الحل اقول له بالضبط هي قصد فعل مساعد شلون يعني البي قصدك الفعل المساعد الاز و اي يعني انا ما اريدك تربط لي البي ويا المضارع البسيط ما لك علاقه بالبي والمضارع البسيط لا اي البي من يجيك بين قوسين انت شو تقول له قل له لأ عمي لا ابي لا خلاص يعني هذه هي الفكره نشوف البي يعني نش بعد ما نعرف شو لا. لا لا اه اي هو من يجيك هسا واضح ان شاء الله اذا قال لك نات قل له از نوت اذا قال لك سؤال قل له از هي يعني نفس الحكي ونفس النظام احنا مو يجيبون يعني يجيبون يجيبون فيها فتشي نقص يعني انا ونحن ما أعرف يعني قال له الليز او الفعل يعني يجيبوا النشاط او الفعل يجيبوا إنه التكسير الثاني واحنا هسه احنا احنا انا انا هسه احنا خلينا نمشي خطوه خطوه اكيد انتم ما فاهمين قبل لان انتم ما دارسينها ولا تعرفون شنو هي هسه انت صارت الامور واضحه لما يقول لك كوركت فيرب هسه راح افهمك شلون يعني كوركت ذا ناخذ الازمنه وناخذ الجمل وراح اجيب لك جمله غلط ويقول لك صحيحه وانا صحيح لكم اياها قدام هسه ان شاء الله بس ماكو ما شيء ساعه ساعه وخطوه خطوه حبه حبه ان شاء الله الكل يفهم بعد عندنا ملاحظه مهمه جدا سؤال المعلومات في زمن المضارع البسيط سؤال المعلومات في زمن المضارع البسيط لما يجيني سؤال معلومات قال لي أريد سؤال معلومات بالنسبة لسؤال المعلومات راح نكتب القاعدة مالته طيب بالنسبة لسؤال المعلومات بالبداية ال W أتش question بالبداية W دبليو كيو يعني معناه يعني بمعنى السؤال يعني أداة السؤال أداة السؤال زائد دو Do أو داز زائد فاعل سبجكت زائد الفعل فيرب ويكون بيس زائد التكمله <applause> اكيد بالاخير لا ننسى علامه الاستفهام. هاي بالنسبه للمضارع البسيط اذا اجتك الجمله بها بي مو تحط لي دو تحط لي لو ار لهم هاي الملاحظه قلت لك اياها بعد لا لا تجيني شويه وتقول لي استاذ دغل. هاي المعلومه اقفل عليها لما تجيك بالجمله بي بي بيها بي هاي القاعده راح تحط لها دو لو تحط لها از لو ار لو ام مو تجي تحط له دو داز اذا جاب لك بين قوسين بي لا تحط له دو لا قاعده الدو داز واحد قاعده الاز والام لما يعني انا دائما استخدم دو بالمضارع البسيط شو وقت استخدم الاز والار والام بس لما عندي بي بس طيب اجاني سؤال مثلا هاي الجمله نفسها جملتنا اللي احنا احنا دا, دا ناخذ بيها حل هسه هي ورك ات سكول مثلا جاب لي هاي الجمله وقال لي يا عمي اريدك تحل اياها اقول له تبشر هاي الجمله وقال لي اريدك تسوي لي اياها زمن المضارع البسيط دي. وجر لي خط جوا من جوا ات سكول ات سكول طبعا هاي بما انه هي جمله ات سكول بمعنى ان هي مكان ايش راح اقول له راح اقول له وير خليت الوير ورا الوير شنو دو له داز داز لان الفاعل مفرد داز وراها شي شي وير داز شي ورا الشي. ورك خليت علامه استفهام وير داز شي ورك يعني هاي الجمله ممكن بكل بساطه الاستاذ يجيب لك وير شي داز ورك ويقول لك صحيح الجمله انت ما تعرف لو جايب لكم اياها هي الجمله وقال لكم هاي خطا صححوها تعرفونه؟ ما تعرفونه انتم ما تدرون الداز لازم يصير وراء ذات السؤال انتم ما تدرون هاي المعلومه توكم يلا عرفتوها ما تعرفون شنو الحل هسه يلا قمتوا تعرفونه فهذه الاسئله ايش تجي مثلا؟ قال لك وير شي داز ورك انت ايش ما هاي جمله خطا ما تدري ما تعرف الخطا وين خلي ورا الوير شوفي اذا لازم هذا الحل وير does شي ورك القاعده اللي انطيتك اياها وير شي ورك طيب هالمره ما سالني عن الـ عن الدز اوكي لا سالني علي من... عن الشي مثلا انا قايل هنا مثلا ندى ندى ورك سكول مثلا مثلا هو اكيد راح يقول لي وركس مضارع بسيط ايش راح اقول له؟ راح اقول له ندى سؤالي عن الندى طيب راح اقول له هو هو ورا الهو شنو هو؟ الو هو وركس ات سكول هو وركس ات سكول هسه واحد يسالني استاذ ليش ولد ولد از وين هنا, هنا انا انا سالت عن الفاعل، الفاعل هو محذوف فاني ما راح احط لا دو ولا داز، ليش؟ لان سالت عن عن الهو، انا سالت عن الفاعل، اذا اكتبوا لي ملاحظه اذا كان السؤال بالاداه هو نحذف الفاعل والفعل المساعد بس الهو اذا كان السؤال بهو نحذف الفاعل والفعل المساعد. صارت هو وركس سكول بس طيب والفعل المساعد الدو والداس بالفعل هن اصلا ماكو هن محذوفات وانا قاعد اسال علينا. شو شلون اخليه وانا قاعد اسال عن الفاعل صارت هو وركس سكول كتبوا ملاحظه اذا كان السؤال عن الفاعل ندى اذا كان السؤال عن الفاعل نحذف نحذف الفاعل والفعل المساعد عند تكوين السؤال اذا كان سؤالي عن يعني اذا هو جار لي خط جوا ندى اللي هو الفاعل قايل لي عن الندى انا من اريد اكون صيغه سؤال الفاعل ما اخليه احنا مو قلنا نحذف الشيء نسال عنه مو قلنا قبل شويه لا لا اي اذا الندى الندى هنا راح نحذفها ونحذف الفعل المساعد مالتها ليش ما نحطها بالسؤال بتكوين السؤال ما نحط لان احنا ندا نسال عنها وواحد واحد يسال عن شيء ويحطها بالسؤال وين راح شلون اصلا راح اقول هو ورقه تسكون والدو والدس احذفها والفاعل احذفها لان انا قاعد اسال عليها صارت هو صارت سكور دكتور هاي بس بالهو بس بالهو تمام تمام راح اعيدها مره اخرى اذا عندما يكون السؤال عن الفاعل من استخدم الاداه هو احذف الفاعل والفعل المساعد لانه انا قاعد اسال عنهم لانه انا قاعد اسال عنهم ما يصير اخليهم طبعا هسه هنا رجعنا على الكتاب وهذا الكتاب قاعد يصفطنا سوالف حكي ما بيه كل معنى جاي لك يا اس وسوالف يعني ما بيه كل حكي احنا كلية ماخذين جاك ليفس هي جيتس اب شوفوا لي اي وحدة من عندهن هذه اثنين وثلاثة اوكسلري وهاي اربعة حالة النيجاتيف واحنا اخذنا حالة النيجاتيف سؤال واحنا اخذناها حالة السؤال وانفورميشن كويسشنز كلنا اخذناهن. هسه قبل شويه سالتوني قلتوا لي عن الهو اذا تلاحظون وياي هو تيكس تيكس شفتوا؟ احنا قاعد نسال عن الفاعل الهو من اختار له يعني نحذف الفاعل اكيد. طيب طبعا مثل ما تشوفون قدامكم اكتبوا لي ملاحظه اخيره اكتبوا لي ملاحظه اخيره. عن المضارع البسيط يمكن تكوين سؤال منفي شلون إي نعم يمكن تكوين سؤال منفي يعني سؤال بالنفي يمكن تكوين سؤال منفي وذلك من خلال وضع نات بعد الفعل المساعد يمكن تكوين سؤال منفي وذلك من خلال وضع نات بعد الفعل المساعد أنا عندي أنا عندي what doesn't bill take what doesn't bill take طيب who doesn't take chemistry بس خليت النات ورا من ورا الداز ورا الفعل المساعد لا أكثر ولا أقل هذا الحكي السرد كله مالك العلاقة بي اللي يفيدك تحفظ القاعدة اللي انطيتك إياها وتطبق عليها بالأمثلة اللي انطيتكم إياها آني القاعدة اللي انطيتكم إياها أصلا هاي بالملزمة أهم شيء تركز لي على هاي شوف هنا 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 بنقطة بنقطة ثمانية قايل لك هنا دائما نضيف اس بس إذا كانت الكلمة منتهية بالحروف او والاو والاس والسي اتش هنا ذني كتبها يمك ملاحظة إذا كانت الكلمات منتهية ب او واس وسي اتش نضيف اس ما نضيف اس راح اعيدها مره اخرى اذا كانت الكلمه منتهيه ب او او اس او سي اتش نضيف اي اس نضيف اي اس نضيف اي اس بدل اس هاي لما يكون الفاعل مفرد يعني وإذا كانت منتهية بواي نقلب الواي إلى آي ونضيف إي إس وإذا كانت منتهية بواي نقلب الواي إلى آي ونضيف إي إس هاي الأمثلة حاول تحفظ ليهم ستدي ستديز دراي درايز ترى هذني يجن يجن بالامتحان يجيب لك ياهن يعني ينطيك مثال يقول لك مثلا ستدي صايرة ستديز يجيب لك غير فعل ويقول لك يضيف لاس الشخص الثالث يعني دير بالك يضيف لاس الشخص الثالث ممكن يجيب لك جيت صايره جيتس ويجيب لك جو تضيف اي اس ويقول لك استدي تقلب الواي الى اي وضيف اي اس اي بالجمل يعني جبنا لو؟ يجيبن وحدن عادي وجيبهن بالجمل مو مشكلة نجي على الضمائر المفعول به ضمائر المفعول به بالنسبة لضمائر المفعول به خليه إن شاء الله المحاضرة الجاية نشرحهن اليوم بالليل إن شاء الله عندنا